بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب، يجيب على أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. الرسالة الأولى في حلقة هذا اليوم وصلتنا من المستمع الذي رمز لاسمه بعين صاد فاء القرني سبت العلايا، يقول في رسالته: إذا دخلت المسجد فوجدت الصف مكتملا، فهل أسحب رجل معي أم أصلي في الصف مع الجماعة لوحدي؟ أم ماذا أفعل إن لم أجد سبيلا للصلاة بجنب الإمام؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد: من جاء والصف قد اكتمل فإنه يحاول أن يجد له فرجة في الصف ليدخل فيها، فإن لم يجد فإنه يحاول أن يكون عن يمين الإمام، أن يدخل ويكون عن يمين الإمام. كل هذه أوجه شرعية، فإذا لم يتمكن فإنه ينتظر لعله أن يأتي أحد فيصف معه خلف الصف. أما اجتذاب أحد من الصف فهذا لا ينبغي، أولا لأنه يحدث فرجة في الصف، وثانيا أن الحديث الوارد في هذا حديث لا تقوم به حجة، فالاجتذاب من الصف هذا لا ينبغي، وإنما عليه أن يفعل ما يسيع وينتظر إذا لم يتمكن من الدخول في الصف أو عن يمين الإمام إلى أن يأتي من يصف معه. أما أن يصلي وحده خلف الصف فهذا لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، الحديث الصحيح وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. يقول أيضا: إذا ترك الإنسان معظم فروض الصلاة ولم يصليها، وبعد ذلك أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويؤدي ما عليه وما فاته من الصلوات، فماذا يفعل؟ وهل عليه إثم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. الصلاة هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، أي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وجاء من التأكيد في حقها والحث على المحافظة عليها ووعيد المتخلفين عنها والمضيعين لها، آيات وأحاديث صحيحة تدل على أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام، لأنها عمود الإسلام، ولأن من حافظ عليها إنه يكون محافظا على بقية دينه من باب أولى، ويكون متجنبا لما حرم الله، قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلا دين بعد الصلاة، ولهذا ورد في الحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. الصلاة شأنها عظيم، ولا يجوز لمسلم أن يتهاون بها، ومن تركها فقد كفر، كما دلت على ذلك الأحاديث والآيات القرآنية، سواء كان جاحدا لوجوبها أو كان متكاسلا مع إقراره بوجوبها على الصحيح، فإنه يكفر بتركها، لأنه لم يقم دينه ولم يحافظ على صلاته. ولكن من تاب إلى الله عز وجل توبة صحيحة وحافظ على صلاته في مستقبل عمره فإن الله يتوب عليه، لأن التوبة تجب ما قبلها. الله جل وعلا يقول: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فالتوبة تمحو ما قبلها إذا كانت توبة صحيحة، ولا يلزم من تاب من ترك الصلاة فيما مضى أن يقضي الأوقات التي فاتت، وإنما يلزمه أن يحافظ على صلاته فيما بقي من عمره إلى أن يتوفاه الله، وذلك يكفيه إن شاء الله، لأنه كان في فترة تركها كان ليس على دين، فإذا تاب إلى الله دخل في الإسلام من جديد، يحافظ على صلاته في مستقبله ويتوب الله عليه إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلتنا من أحمد علي الجرعي من اليمن لواء، يقول في رسالته: في قريتنا جامع وله بركة للوضوء، فيبقى الماء فيها مدة 5 أشهر أو أكثر، ويتغير لونه وطعمه، وما يزالون يتوضؤون منه كل الأوقات، أفيدونا بارك الله فيكم عن صحتها جزاكم الله خير الجزاء. لا بأس بذلك، ما دام أن وضوءهم خارج الحوض خارج البركة، أنهم يتوضؤون خارج البركة ولا يتوضؤون فيها ولا يغتسلون في
داخلها إنه لا بأس أن يستمر على الوضوء منها ما بقي فيها الماء ولو طال عهده ولو تغير بمكثه، فإن تغيره بمكثه لا يضر، إنما الذي يضر لو تغير بنجاسة. وكذلك لو كانوا يغتسلون من الجنابة بداخله، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال بالماء الدائم الذي لا يجري، أما ما داموا يغتسلون ويتوضؤون خارجه فلا حرج في ذلك، والباقي طهور يتوضأ منه إلى أن ينفد ولو تغير بمكثه فإن ذلك لا يضر إن شاء الله. السؤال الثاني في رسالة المستمع أحمد يقول فيه: في جامع كان له إمام وأوصى قبل موته إذا مات أن يقروه أمام قبلة الجامع، هل يصح هذا؟ هذه الوصية باطلة، أنه لا يجوز أن يدفن في المساجد ولا في قبلتها، فهذه وصية باطلة، ويجب أن يدفن هذا الشخص في المقبرة مع الناس. أما الدفن في المساجد هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، وهو في سياق الموت يحذر أمته، ويذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل اليهود والنصارى، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، أن إقامة المساجد على القبور ودفن الموتى فيها وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل لأصحاب هذه القبور، يعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد أنهم ينفعون أو يضرون، وأن لهم خاصية تستوجب أن يتقرب إليهم بالطاعات من دون الله سبحانه وتعالى، هذا من فعل عبدة الأوثان ومن فعل المشركين، يجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الظاهرة الخطيرة، وأن تكون المساجد خالية من القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يجب أن تكون المساجد لله عز وجل خالية من مظاهر الشرك، تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو واجب المسلمين. الله الموفق. هذه الرسالة وصلتنا من المستمع محمد دورانس سليمان من سوريا، فأرسل برسالة فيها يقول: منذ عدة شهور توفيت والدتي بحادثة دحس سيارة، ولقد تم التصالح مع السائق مسبب الحادث، وحسب العرف الشائع عندنا دفع مبلغ قدره 50,000 ليرة سورية كدية لنا. أسأل وأقول: هل يجوز لي أن أنفق وأتصدق من هذه الأموال على والدتي وأن يحج عنها شخص آخر؟ ثانيا: هل يعتبر من يموت في مثل هذه الحوادث شهيدا؟ ثالثا: هل تصح زيارة الروح أيام الأعياد ويوم الجمعة؟ وهل صحيح بأن الأرواح تعود للأموات في مثل هذا؟ أرشدونا وفقكم الله. أما الدية إنها تكون من تركة المتوفى، تكون للورثة، كل يأخذ نصيبه منها بعدما تسدد ديون الميت وتنفذ وصاياه الشرعية، فإن الباقي يكون للورثة، يوزع عليهم على حسب ما شرعه الله عز وجل من أصحاب الفروض والعصبات، وكل يتصرف في نصيبه، فإذا وصل إليك شيء من هذه التركة فإنك تتصرف فيه، إن شئت تحج منه عن أمك أو تتصدق منه عن أمك من نصيبك الخاص، أما نصيب بقية الورثة فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم، فإذا اتفقتم أو اتفق بعضكم على أن يتصدقوا وأن يحججوا عن أمهم من نصيبهم وميراثهم جاز ذلك، أما من لم تطب نفسه ولم يأذن بذلك فإنه يدفع إليه نصيبه ولا يؤخذ منه شيء، لا صدقة ولا حجة، والله أعلم. أما قضية يقول: هل يعتبر من يموت في مثل هذه الحوادث الشهيد؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في النصوص الشرعية، أن القتيل في المعركة الجهاد في سبيل الله يكون شهيدا، وكذلك المقتول ظلما يكون شهيدا، وكذلك من قتل دون ماله أو عرضه أو نفسه فهو شهيد، ونرجو للمسلم الخير، نرجو للمسلم الخير والمغفرة. وأما قضية زيارة القبور فإنها مشروعة في سائر الأيام، لا في يوم الجمعة خاصة أو في يوم العيد خاصة، بل في سائر الأيام زيارة القبور مشروعة، الزيارة الشرعية التي يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ بالموتى والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتذكر الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. ويكون القصد منها أيضا نفع الأموات بالدعاء لهم والاستغفار لهم، ترحم عليهم، فإنهم بحاجة إلى دعوات الأحياء واستغفارهم في سائر الأيام زيارة القبور، لا في يوم الجمعة خاصة ولا في يوم العيد خاصة. وكونهم ترد أرواحهم في هذين اليومين خاصة لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علم الغيب الذي لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الكلام فيه إلا بدليل صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه رسالة وصلتنا من المستمع للبرنامج عبد الله عبده سيف من اليمن لواء تعز، يقول في رسالته: أفتونا في هذه المسألة، تزوج رجل من امرأة وعاش معها 2 كاملين، ثم علم بعد ذلك بأنهما رضعا من امرأة في الحي أو هي في الأصح جارة لهما، فهل تحرم عليه
أم لا تحرم، حيث أنهما كما ذكرت سابقا قد رضعا من امرأة واحدة أفتونا مأجورين. المتقرر في الشريعة أن الرضاعة يحرم، كما قال صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الله جل وعلا يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لما ذكر المحرمات قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لكن بشرطين: أن يكون الرضاع متكاملا 5 رضاعات معلومات، وأن يكون ذلك في الحولين من عمر الطفل. هذه هي القاعدة في الرضاع المحرم. أما قضيتك الخاصة وما ذكرته من أنك تزوجت من امرأة رضعت وإياها من امرأة وأنك عشت معها في الزوجية 2 سنين، هذه تحتاج إلى الرجوع إلى القاضي لديكم، إلى القاضي الشرعي أو المفتي المعتمد لديكم، ليتحقق من القضية ويتثبت منها، ثم بعد ذلك يخبركم بالحكم الشرعي إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من إسماعيل أحمد جبالي، مصري ويعمل بالعراق. يقول في رسالته: أنا أعمل بالعراق ولي راتب شهري وفي معيشة واحدة مع والدي أنا وزوجتي وأولادي، فهل علي زكاة في هذه الحالة أم لا، وما مقدارها مع العلم أنني عندي أطفال؟ من المعلوم أن من توفر لديه نقود وحال عليها الحول أنه تجب عليه الزكاة إذا بلغت النصاب، نصاب النقود. إذا بلغت النقود النصاب وحال عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة، سواء كانت متحصلة من راتب أو من غيره، ومقدارها ربع العشر، مقدار الزكاة ربع العشر من المبلغ الذي توفر لديك وحال عليه الحول وكان نصابا فأكثر، تدفع منه ربع العشر أي 2.5% في المئة 2.5%، هذا ربع العشر، الله تعالى أعلم. هذه رسالة وصلت من المستمعة الأخت أسماء محمد من الدمام، أرسلت برسالة طويلة وضمنتها مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول تقول فيه: هل يجوز للمرأة أن تكشف على عم أمها أو خال أمها، وهل يجوز لها أن تكشف على عم أبيها أو خال أبيها، أي هل يعدون هؤلاء الأشخاص من المحارم، هل يعدون هؤلاء الأشخاص من المحارم لها؟ فقد قيل لي إن المرأة هذه تعد من فروعهم وهم أصول، لذلك هم من المحارم، فهل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ؟ نعم، إذا كان لأبيك عم شقيق أو من الأب أو من الأم أو له خال كذلك فإنه يكون من محارمك، لأن عم أبيك عم لك وخال أبيك خال لك، وكذلك عم أمك أي أخو أبيها من النسب سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، وكذلك خالها من النسب بأن يكون أخا أمها أي أخا يكون أخا جدتك، فإنه يكون عما لك أو خالا لك ويكون محرما لك. أما قولك إنهم أصول فهم ليسوا أصول ولكنهم حواشي من الحواشي وليسوا من الأصول، وإنما هم أعمام لأصولك أو أخوال لأصولك، فالحكم واحد ويكون محارم لك كما قيل لك هذا. السؤال الثاني في رسالة المستمعة أسماء محمد من الدمام تقول فيه: هل التأمين عند دعاء الإمام بعد الخطبة في صلاة الجمعة من البدع، أي عندما يدعو الإمام ونرد وراءه بقولنا آمين، هل هذا من البدع؟ أفيدونا جزاكم الله خير. ليس هذا من البدع، التأمين على دعاء الخطيب الخطبة الأخيرة إذا أخذ يدعو للمسلمين فإنه يستحب التأمين على دعائه، ليس هذا من البدع بل هذا من المشروع، لكن لا يكون بصوت جماعي وصوت مرتفع، وإنما كل واحد يؤمن بمفرده وبصوت منخفض بحيث لا يكون هناك تشويش أو أصوات مرتفعة، وإنما كل يؤمن على دعاء الخطيب سرا ومنفردا عن الآخرين. نعم. السؤال الثالث في هذه الرسالة يقول: هل يرفع المصلي يديه عند تكبيرات الانتقال في الصلاة، وإن لم يكن في جميعها ففي أيهما يكون رفع اليدين عند التكبير، مثلا عند الرفع من الركوع وعند السجود؟ نعم، الذي ثبت الرفع اليدين عند التكبيرات في الصلاة هو عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع، هذه المواضع الثلاثة ثبت رفع اليدين فيها، عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة للركوع وعند الرفع من الركوع وقول سمع الله لمن حمده. وهناك موضع رابع يراه بعض العلماء وهو عند القيام من التشهد الأول، هذه المواضع التي ترفع الأيدي عند التكبير فيها في الصلاة، وأما ما عداها فلا ترفع فيه الأيدي. نعم. أيضا تسأل وتقول: هل وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة بعد الرفع من الركوع هل هو من السنة أم هو
هو بدعة؟ من السنة وضع اليد اليمنى على اليد على الكف، أي وضع الكف اليمنى على الكف اليسرى وقبضهما على الصدر القيام في الصلاة، هذا من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء في ذلك ما قبل الركوع وما بعده، فإنه يستحب أن يقبض يديه ويضعهما على صدره حالة القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعده، لأن كل منهما قيام في الصلاة، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام في الصلاة فعل ذلك، قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا من سنن الأفعال الثابتة في الصلاة. نعم. الرسالة الأخيرة في رسالة المستمعة تقول فيه: إنه من المعلوم لدي أن الحائض لا تمس القرآن الكريم، ولكنني رأيت بعض الأخوات يفعلن ذلك، فلما سألتهن عن ذلك قلن لي هذا يجوز فالله لم يحرمه، وقد سمعت أيضا بأنه يجوز لها أن تمس فقط كتاب التفسير أي الوارد فيه الآيات، أرجو توضيح هذا الموضوع أفيدونا وفقكم الله. نعم، لا يجوز لمن عليه حدث أكبر سواء كان جنابة أو حيضا نفاسا أن يمس المصحف، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، فلا يجوز لمن عليه الحدث الأكبر أن يمس المصحف إلا من وراء حائل، فله أن يمس أو يحمل المصحف بالكيس أو بالغلاف من وراء حائل، أما أن يمسه مباشرة فهذا لا يجوز، وأما مس التفسير الذي فيه قرآن فلا حرج في ذلك، لأن هذا لا يسمى مصحفا، يجوز لمن عليه الحدث أن يمس كتاب التفسير وأن يقرأ فيه، لأن هذا ليس مصحفا وإنما هو كتاب تفسير. نعم. هذا المستمع عبد الحميد بدراوي عبد العزيز، مصري الجنسية ويعمل مهندس بمحافظة نيسان بالعراق، حقيقة أرسل برسالة طويلة وواضحة في كتابتها، يقول في رسالته: إنني إنسان أحب قراءة القرآن الكريم كثيرا، ولكنني لا أحسن قراءته في الوقوف في أماكن الوقف وكذلك المد وخلاف ذلك، وأحيانا أنطق بعض الكلمات خطأ ولكنني أعرف معناها، أي لا يتغير من المعنى شيئا، وإني أجتهد كثيرا في ذلك، كما أنني في بعض الأحيان أقرأ كلمات لا أفهم معانيها، كما أنني أحيانا أقرأ القرآن دون وضوء، فهل علي إثم في هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. ينبغي للمسلم أن يتعلم القرآن وأن يحرص على تلاوته على الوجه الصحيح مهما أمكنه ذلك، وذلك بأن يتعلم من القراء ويستمع أيضا للقراء حتى يستفيد من قراءتهم وحتى يعدل ما عنده من الأخطاء، فإذا حرص المسلم على تلقي القرآن وقراءته فإنه يوفق إن شاء الله. وأما قضية أن الإنسان يقرأ القرآن وهو لا يجيد القراءة فلا بأس بذلك، يقرأ حسب استطاعته وحسب مقدرته، ولكن لا يتوقف عند هذا الحد، بل عليه كما ذكرنا أن يحاول دائما تعديل قراءته وعرضها على المقرئين حتى يستفيد منهم وحتى يعدل ما عنده من خطأ. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق أن له أجرين، دل هذا على أنه ينبغي للمسلم أن يحاول دائما قراءة القرآن وأن لا ينقطع عنه، وإذا حاول وداوم على ذلك فإن الله ييسر له قراءة القرآن على الوجه الصحيح، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عليك أن تحرص على تلاوة القرآن وإجادة القراءة، والله جل وعلا يوفقك لذلك. نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله.